السلام عليكم والرحمة. على الرغم من عودة أسلوب لعب السيرفايفل هورر في الألعاب الحديثة نفس لعبة ديد سبيس على سبيل المثال وألعاب قادمة نفس ألان ويك 2، إلا أن الشخص ما زال يحن للماضي لأسلوب اللعب الكلاسيكي للسيرفايفل هورر المتمثل بذروته بألعاب نفس سايلنت هيل وريزيدنت إيفل من الجيل الخامس والسادس من الجيمينج، الجيل اللي ما حد يقدر ينكر وهو العصر الذهبي لهالنوع من الألعاب. شفنا أعمال من هواة أو من شركات مستقلة تحاول إنها تنعش هذا النوع من اللعب، وللأمانة الكثير منهم أنتج ألعاب رائعة جدا. لكن اللعبة اللي راح أتكلم عنها اليوم هي مو بس لعبة اقتبست روح هذه الألعاب صح، ولكن ضافت عليه كذلك. إذا أنت من محبين ألعاب نفس Resident Evil و Silent Hill فهذه اللعبة أكيد راح تعجبك، اللي هي سيجناليس. لعبة سيجناليس نزلت في أكتوبر 2022 من تطوير شركة أول مرة أسمع عنها الصراحة، اسمها روز إنجن. أتوقع سيجناليس هي أول لعبة يطورونها، لأن من قناتهم الخاصة في اليوتيوب هي اللعبة الوحيدة اللي تذكر، وتيزر اللعبة كان نازل من زمان من شهر 6 2018. زرت موقعهم الرسمي وفعلا تبين ان هذا اول مشروع يشتغلون عليه، وكانوا شغالين عليه من 2014، وفي الهام كبير من العاب السيرفايفل هورر الكلاسيكية ومذكور بالاخص Resident Evil وSilent Hill. ونظام اللعب في لعبتهم هي برقية للعصر الذهبي للسيرفايفل هورر. لما عرفت هذا كله قلت انا شلون اصلا ما سمعت عن هذه اللعبة، فعلى طول رحت وشريتها. وإذا أنت كنت مجمع فلحسن الحظ في نسخة ملموسة لها على جهاز السويتش والبلاي ستيشن 4، وتجي معها الصورة الثلاثية الأبعاد اللي هي الصورة اللي تكون بحوزة لاعبك من بداية اللعبة. الحين خلنا نبتدي نناقش اللعبة. اللعبة أحداثها بالمستقبل البعيد، بحيث التكنولوجيا تسمح بالتنقل بالفضاء وبين الكواكب، وتلعب دور أندرويد أو شخص آلي بشري اللي باللعبة اسمهم ريبليكاز بالكي. الشخصية اللي تلعب فيها اسمها إلستر، اللي تستيقظ من كرايوجينيك تشيمبر أو حجرة النوم التجميدي. ذكرياتك مشوشة وتكتشف أنك في سفينة فضائية مكونة من راكبين اصطدمت بكوكب غير معروف في نظام شمسي بعيد. بعد تفتيش السفينة يتبين أن الشخص الثاني مفقود، لكن في كابينة الطيار تلقى الصورة هذه، ومني تبدي مهمة البحث. تطلع برا الطيارة تلقى نفسك بكوكب جليدي غير صالح للعيش، فتبي أي مكان تلجأ له. تحصل حفرة شكلها مخيف، لكن ما عندك خيار إلا أنك تنزل. وتحت الشيء الوحيد اللي موجود هو نفق ضيق جدا تزحف فيه بنفس أسلوب لعب Silent Hill 4 The Room، وتلقى نفسك في محطة إذاعة مع جهاز راديو، ومرة واحدة يشتغل جهاز الراديو وتسمع رسالة غريبة وكأنها شفرة. لمن لاعبك يسمعها توقظ فيه ذكريات كامنة تظهر بشكل فلاشات وصور متقطعة، وتتفاجأ انك ما عدت بنفس المكان اللي كنت فيه. الحين انت في دورة مياه وقاعد تشوف نفسك في المنظرة، ومرة اخرى بنفس الطريقة اللي شلون جيمس ساندرلاند يشوف المنظرة بسايلنت هيل 2. فانت كلاعب راح تحتار، هل قاعد تشوف فلاش باك لذكرى قديمة، ولا شخصيتك انتقلت بالكامل صار لها تليبورت الى مكان ثاني، ولا قاعد تلعب بشخصية ثانية؟ اللعبة ما تشرح لك. ومني فعلا تبلش اللعبة، الكاميرا مثل ما احنا شايفين تستخدم منظور ثابت اللي من فوق اللي يسمى البيردز اي فيو، وتتجول في هذه الفاسيليتي الغامضة. ومني راح تبدي تدريجيا تلاحظ نظام لعب الكلاسيك سيرفايفل هورر، شلون تمشي من غرفة لين غرفة، غرف كثيرة مقفلة وما تقدر تدخلها، اماكن محدودة بالانفنتوري، غرفة السيف روم مع صندوق عشان تحط فيه أغراضك، ومكان خاص للسيف اللي حده يشبه سيف Silent Hill 2.
العناصر هذه اللعبة حدها مسويتها صح، ولكن تضيف عليها من الثيم والأتموسفيرة والأجواء الخاصة باللعبة. القصة كذلك مبتكرة، وتفاجأت بكمية العمق اللي فيها، اللي يعطونك تفاصيلها بشكل متفرق بالفايلات العديدة باللعبة، وانت لازم تحلل وتحاول تفهم وتركب الأمور مع بعضها. مرة أخرى شيء نشوفه وايد في ألعاب Resident Evil وSilent Hill، وللأمانة القصة جدا غامضة وغريبة وكريبتك، لازم تكون مركز وأبدا مو سهل انك تفهم القصة. هذه أحد الألعاب اللي إذا خلصتها راح تضطر تدخل فيديوهات تفسير وإكسبلانيشن ونظريات في اليوتيوب وفي الويكيبيديا عشان تحاول تفهم بالضبط شنو اللي صاير، لأنهم متعمدين ما يشرحون بعض الأمور ويبون يخلونها مفتوحة ومتروكة للاعبين. وطبعا أهم العناصر في ألعاب السيرفايفل هورور هي الألغاز، ومني في أمور شبيهة من ناحية حل الألغاز للألعاب اللي هي مقتبسة منها، نفس على سبيل المثال فكرة دمج أمور مع بعضها اللي تعطيك الآيتم اللي تساعدك في التقدم باللعبة. ولكن يعجبني التوجه الفريد هني لبعض الألغاز، إن شلون تتحول إلى منظور الفيرست بيرسون، تصير كأنها لعبة بوينت اند كليك ادفنتشر من ألعاب الكمبيوتر القديمة نفس ميست. مو بس كذي، في بعض النقاط بالقصة تصير فلاش باكس، أو أن الشخصية تتذكر أمور معينة من الماضي وتلعبها بالكامل بالفيرست بيرسون، لكن هني عندك حرية كاملة بالتجول بالمكان واستكشافه. في هذه الجزئيات الجرافيكس يذكرني جدا بجرافيكس جيل البلاي ستيشن 1، خاصة لعبة البازل أدفنتشر إيكونايت من فروم سوفتوير. خلنا نرجع للألغاز شوي. الألغاز جدا رائعة ومصممة صح، وحلها جدا ممتع، بالأخص لغز اللوك بيك، تصميم هاللغز الصراحة خرافي. وكل الألغاز ما حسيت بأي صعوبة في حلها، إلا يمكن لغز واحد يعني على نهاية اللعبة كان شوي مبهم، بس يعني لازم تكون مركز لشنو الأمور اللي خذيتها وتفحصها من كل الجوانب وتقرأ الوصف لها عشان تعرف شنو ممكن يكون دورها مستقبلياً. وعادة حل الألغاز يعطيك البطاقات أو الكي كاردز اللي تحتاجها عشان تفتح الأبواب المقفولة حولك، وفي وايد أبواب وغرف في اللعبة، بس شكراً للخريطة الممتازة في اللعبة ما تخليك تضيع، وسهل تعرف أنت وين وين تبي تروح. وشي كذلك عجبني في الخريطة باللعبة، إن الغرف اللي فيها شيء مهم لازم تسوي عشان تتقدم في القصة يكون محطوط عليه هذه العلامة اللي تشع أحمر، وإذا سويت الشيء المهم يطفي اللون الأحمر. هذا جدا مهم وإضافة جدا ذكية لهالألعاب، لأنها تقلل الباك تراكينج، اللي هو أن ساعات اللاعب يرجع للأماكن اللي أوردي زارها لأنه مو عارف وين يروح. الباك تراكينج هو شيء ينتقد وايد في هذا النوع من الألعاب، وأي مبادرات لتحسينه طبعا راح نرحب فيه. طبعا داخل الغرف العديدة اللي راح تستكشفها تحصل آيتمات من أسلحة أساسية وأسلحة ثانوية، ذخيرة، مستهلكات تزيد الطاقة، وكي آيتمز وإلى آخره. ومني يجي العنصر الأساسي في أي لعبة سيرفايفل هورور، اللي هو إدارة المخزونات والاقتصاد بالموارد، واللعبة ما تغشمر من هالناحية، تتبع الألعاب الكلاسيكية اتباع شديد، لأن الإنفنتوري فقط فيه 6 خانات، فلازم تعرف شنو تاخذ معاك وشنو تخلي بالبوكس عشان ما تتوهق وانت بره. والموارد اللي تحصلها جدا ضئيلة، يعطونك 2-3 طلقات ويلا دبر عمرك، يعني شيء جدا بسيط، فلازم ما تطلق إلا وانت واثق من هالشيء. الوحوش اللي تواجههم هم آليين لكن فقدوا صوابهم وصاروا عدائيين، هل يخوفون نفس الزومبيات مثلا من لعبة Resident Evil؟ ما أتوقع في شيء يخوف كثر الزومبيات من ألعاب Resident Evil، لكن أقدر أقول إن في هاللعبة عامل الخوف أكثر من صرخة الوحوش والموسيقى اللي تطلع لما نتصارعهم. التصويب والرماية في اللعبة شيء عجيب كذلك للأمانة، لما نتصوب بزر الأل يطلع ليزر أنت تحركه حولك بكل الزوايا 360 درجة، تقدر تمشي وانت مصوب لكن بشكل بطيء جدا، إذا الليزر قرب من العدو يسوي لوك عليه ويطلع مثل المربع اللي أفضل تنتظره يصغر عشان دقة الرمية تصير أفضل وكذلك الدمج. إذا رميت العدو بشكل كافي يطيح على الأرض ولازم تدوسه عشان فعلا تتخلص منه، وحتى إذا دسته عبالك خلاص ما راح يرجع.
لا غلطان، ممكن ترجع للغرفة مرة مرتين وهو للحين طايح بالأرض، بس تعال المرة الثالثة يصحى، بنفس فكرة الكريمزن هيد من ريزيدنت إيفل 1 الريميك. عشان فعلا تتخلص منهم وما يرجعون لازم تحرقهم باستخدام السلاح الثانوي الفلير. السكندري ويبنز أو الأسلحة الثانوية نفس الفلير تحصلهم تحت المسدس، وفي أسلحة ثانوية عديدة نفس الستان برود اللي تكهرب الأعداء ويطيحون على طول. مهم جدا أنك تستغل الأسلحة الثانوية عشان تساعدك أنك توفر ذخيرتك، وفي بعض المرات أفضل أنك أصلا ما تقاتل الوحوش نهائيا وتتسلل من وراهم بدون لا يحسون. والصراحة طريقة التسلل من وراهم مع الكاميرا هذه ومنظور اللعبة حيل يذكرني بالتسلل بألعاب متل جير. إنزين، شلون الأصوات؟ أولا من ناحية المؤثرات الصوتية صراحة ممتازة، من فتح الأبواب والأصوات اللي تطلع مع التعامل مع الألغاز وأصوات المسدسات فعلا تضيف الطابع الخاص والمميز للعبة، بالأخص صوت التحرك بالمنيو يعطيك الساوند افكتس الميكانيكال أو الآلية هذه اللي فعلا تتماشى مع الثيم أو الطابع الخاص للعبة. مصممين اللعبة فعلا عارفين هم شنو قاعد يسوون وشنو الشعور اللي يبون يوصلونه للاعب، وسووه باحترافية. حتى الموسيقى حدها قليلة وأمبينسية، ومتبعين فيها أسلوب المينيماليزم اللي يخدم اللعبة أكثر من لو كان في موسيقى طول الوقت. وهذه النقطة اللي قاعد أحاول أني أوصلها لكم، الأتموسفير. اللعبة جدا بارعة بصنع أتموسفيرها الخاص بشكل يضاهي ألعاب وإنتاجات ضخمة الصراحة. جرافيكس اللعبة القديم والريترو والأشبه بألعاب الجيل الخامس أو جيل البلاي ستيشن 1 جدا يضيف لمود اللعبة والشعور اللي يبون يوصلونه للاعب. وهذا شيء يثبت مرة أخرى أنه مو بالضرورة يكون عندك جرافيكس واقعي وجودة تريبل اي عشان تبني أتموسفير بارع وتقدم جودة لعب ممتازة. لعبة سيجناليس قدمت أسلوب لعب السيرفايفل هورور بشكل احترافي. الشخص ممكن يظن أن تجارب نفس هذه راح فقط يحصلها من إنتاجات ضخمة، لكن قاعد نشوف هالأيام أن أبداً ليس بالضرورة، وأكبر دليل هي لعبة سيجناليس، لعبة من استوديو مستقل ومن تطوير شخصين فقط قدمت هالنوع من الألعاب اللي نحن له لسنوات عديدة. إذا حاب تلعب لعبة سيجناليس فهي متوفرة تقريباً على كل المنصات. التصوير في هذا الفيديو هو من نسخة النينتندو سويتش. لازم أذكر للشفافية أن على المنصات الأخرى اللعبة تعطيك 60 فريم بدال 30، وكذلك في أمور ومؤثرات أبرزها الأضواء النسخ الثانية تظهرها بشكل أفضل. ميو ميو. أتمنى الفيديو نال إعجابكم ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.